أسعدتم أوقاتنا أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حوار الأسبوع، والتي نحاول أن نسلط الضوء فيها على اقتصاديات المنطقة بشكل عام في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية التي يعيشها العالم وكذلك تعيشها المنطقة، وذلك من خلال حوار يسرني أن أجريه هذا الأسبوع مع السيدة علياء المبيض، وهي مديرة الأبحاث وكبيرة الاستشاريين الاقتصاديين في باركليز. مرحبا بك سيدة علياء. طبعا مؤخرا باركليز يصدر تقريره الخاص بمنطقة الشرق الأوسط والتحولات الاقتصادية في هذه المنطقة، ضعينا في عناوين ومحاور هذا التقرير وأهم ما تضمنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط. أول شيء شكرا لاستضافتكم. بالفعل التقرير حول الاقتصادات الخليج والذي عنوانه هو ركائز قوية تدعمها سيولة داخلية وعالمية، هذا هو يعني عنوان تقريرنا، هو يؤكد على متانة الاقتصادات الخليجية بإطار تباطؤ يعني كبير في بعض الاقتصادات الكبيرة في العالم، ويؤكد على صلابة البالانس شيتس يعني او في بلدان الخليج وفي مصارف في المصارف الخليجية من حيث الرأس المال وغيرها من المؤشرات. اولا يعني اول ما نراه في استشرافا للعام 2013 هو ان النمو بشكل عام في منطقة الخليج سيتباطأ قليلا، ولكن سيظل بمستوى عال مقارنة بالنمو العالمي، فنحن نتطلع إلى نمو حوالي 4% عام 2013 مقابل حوالي 5.3% هذا العام. ولابد من الإشارة إلى أن هذا التباطؤ مرتبط بشكل أساس إلى تباطؤ في نمو القطاع النفطي، لأنه كما نعرف تماما أن معظم الاقتصادات الخليجية ولا سيما التي يعني بلدان مثل السعودية والإمارات والكويت لقد أشرفت يعني على مستويات عالية جدا ومرتفعة من إنتاج النفطي، وبالتالي في العام 2013 حسب الطلب والعرض في القطاع النفطي لن يكون هناك حاجة لزيادة الإنتاج بشكل كبير العام المقبل، وبالتالي سيتباطأ بشكل كبير نمو القطاع النفطي. وهنا التحدي لبلدان الخليج من جهة النمو لجهة النمو في العام المقبل سيكون في إعادة وتمتين وتسريع عجلة نمو القطاع غير النفطي، ونحن هنا أيضا متفائلين بأن البلدان بشكل عام ولا سيما قطر والسعودية ستكون هي الدافع الأساسي كبلدين أساسيين سيدفعان عجلة نمو القطاع غير النفطي، وهذا شيء إيجابي جدا لأن هذا سيرفع من معدلات النمو للمنطقة ككل. دعينا سيدة علياء نتوقف بشيء من التفصيل عن الاقتصاد القطري. كما تعلمين خلال السنوات الأخيرة كانت معدلات النمو قوية في قطر، لكن هذا العام متوقع بحسب صندوق النقد الدولي أن يتراجع ويتباطأ معدل النمو من 18% العام الماضي إلى 6% وربما 4% العام المقبل، وأنت تعلمين الأسباب أنه توقف معظم مشاريع الطاقة ومشاريع الهيدروكربون. دعينا نضع السادة المشاهدين بشيء من التفاصيل عن قراءة باركليز للاقتصاد القطري ومعدلات النمو المرتقبة في هذا البلد. بالفعل نحن يعني عنوان الجزء المتعلق بالاقتصاد القطري هو عنوانه تغير محركات النمو في قطر، وهذا مرتبط بالانتقال الذي تشهده يعني يشهده الاقتصاد القطري من الاعتماد بشكل كبير على نمو متأتٍ من زيادة الانتاج في قطاع الغاز إلى نحو زيادة النمو
في القطاعات غير النفطية، وهذا يقع هو في صلب يعني استراتيجية الدولة القطرية لتنويع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد القطري. يعني نحن لا نرى إطلاقا أنه يعني انحدار النمو أو تباطؤه من 18 إلى 6 أو واستتبابه بين 4 و6% في السنوات الخمس المقبلة هو شيء سلبي، بالعكس هذا دليل صحة. نحن نرى بأن الاقتصاد القطري لا يزال يتمتع سيظل يتمتع بمستويات نمو يعني عالميا هي تعتبر من المرتفعة، وهي تعتمد على قدرات الاقتصاد الذاتي. والمهم يمكن وما نقوله أيضا هو أن محرك القطاع غير النفطي في قطر سيبقى أولا الاستمرار زيادة الإنفاق العام على مشاريع البنى التحتية والتوسع في الخدمات وفتح مجالات أخرى للاقتصاد في مجال الخدمات والبنى التحتية، ولكن أيضا استمرار معدلات مرتفعة من الإقراض البنكي أو المصرفي إلى القطاعات المختلفة في هذا الاقتصاد. تتحدثون في التقرير عن سعي حكومي قطري للتوجه نحو اقتصاديات أو معدلات نمو في القطاعات غير النفطية، هل الاستثمارات القطرية خارج الحدود عبر صندوقها السيادي من ضمن هذه الرؤية؟ بالضبط، ونحن يعني وهذا ما يسأل عنه الكثير من المستثمرين الذين يهمهم الاستثمار وشراء السندات القطرية، يعني يسألون عن كيف يمكن للاقتصاد القطري أن يوائم بين هدف تسريع النمو داخليا واستمرار سياسة استحواذ استراتيجي لأصول خارجية. وهذا برأينا نحن، وهذا ما أقول بالتقرير، أنه يشكل إذا بدي أقول second pillar أو الركيزة الثانية لاستراتيجية تنويع الاقتصاد القطري، وخاصة مصادر الدخل الخارجية يعني current receipt أو flows from outside. فاليوم إذا ما رأينا كيف يعني تغيرت نسبة اعتماد الاقتصاد القطري على الإيرادات النفطية وغير النفطية، نرى ازدياد مطرد للإيرادات غير النفطية والتي تأتي بمجبلها من الربحية على هذه الأصول التي يتم استحواذها في الخارج، وتستفيد منها الخزينة، خزينة الدولة في قطر، وتعزز أيضا إيرادات ميزان المدفوعات. يعني التحدي الوحيد التي تفرضه هذه الاستراتيجية المزدوجة برأينا هو أنها تفرض بعض البريشر أو الضغوط على سيولة المصارف القطرية التي هي سيولة يعني هائلة، ولكن لأن المصارف هي تلعب دور أساسيا بتمويل هاتين الاستراتيجيتين الداخلية للنمو والخارجية لتنويع الأصول وزيادتها، تمر الآن بفترة يعني نرى أن نسب السيولة هي الأكثر ارتفاع، يعني loan to deposit ratio أو نسبة التسليف القروض إلى الودائع هي الأكثر ارتفاعا في منطقة الخليج. هنا أتحدث عن القطاع المالي والمصرفي في قطر، كما تعلمين أن القطاع المصرفي في قطر يتمتع بملاءة مالية مرتفعة وكذلك معدلات تصنيف عالية من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية، لكن يعني اللافت في قطاع المصارف وبعد انفجار أزمة مالية أنه معظم عمليات التمويل تذهب وبشكل كبير تفوق 50 أو ربما 60% للقطاع الحكومي وشبه الحكومي، بينما القطاع الخاص يعني قد يرمى له الفتات، ما تفسيرك لهذا الأمر؟ يعني نحن برأينا أنه الاتجاه المصارف يحكمها للتسليف لقطاع عام versus قطاع خاص مقابل قطاع خاص، تحكمها طبيعة تكوين الاقتصاد التي توجد فيها هذه المصارف. واليوم يعني لا يسعنا القول إلا أنه الاقتصاد القطري وأكثر يعني
المحركات تطبيق خاصة استراتيجية النمو هي تبقى مؤسسات مرتبطة بالحكومة ولكن تعمل كأنها مؤسسات قطاع خاص. يعني إذا ما تكلمنا عن كيوتيل أو راس غاز أو ناقلات أو قطار ديار إلى ما غيرها، فهذه هي مؤسسات لديها سندات في الأسواق العالمية وينظر إليها المستثمر كمؤسسات خاصة وإن كانت مملوكة، يعني خاصة بمعنى أنها تعمل بنمط الأسواق المالية وإن كانت مملوكة من القطاع العام. ومن الطبيعي أن نرى نموا للتسليفات بشكل مطرد للقطاع العام، ومؤخرا يعني هذا النمو قد وصل إلى أكثر من 40% على حساب التسليفات للقطاع الخاص. ولكن لابد من الإشارة أنه يعني نمو التسليفات للقطاع الخاص بقطر لا يزال يعني دبل ديجيت، يعني وهذا إذا بدي أقول مستوى صحي للتسليفات للقطاع الخاص. مع انفجار الأزمة المالية العالمية وكما تعلمين الحكومة القطرية اتخذت إجراءات قد تكون استثنائية حتى على مستوى العالم عندما يعني أقحمت نفسها شريكا في 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 رأس مال البنوك، اشترت المحافظ الاستثمارية وكذلك العقارية، وبالتالي هناك من يقول بأن الحكومة قد تكون الحكومة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تستثمر وتستفيد من الأزمة في الداخل. أنتم في باركليز كيف نظرتم إلى سياسة قطر في التعامل مع الأزمة، وهل تعتقدين بأنه قطر فعلا خرجت بنجاح من الأزمة؟ يعني لا شك أنه عندما تكون الحكومة لديها بالانس شيت او يعني قويه مثل حاله دوله قطر، فلا بد ان هذا ينعكس على دعمها للقطاعات الاساسيه التي تكون اقتصاداتها واهمها القطاع المصرفي. وبالفعل يعني اليوم اذا ما نظرنا الى القطاعات المصرفيه في المنطقه العربيه بشكل عام وفي المنطقه الخليجيه بشكل خاص، يعني تتميز المصارف القطرية لجهة ملاءة رأس مال صلبة وعالية تتخطى المستويات يعني العالمية. ثانيا لديها يعني هذه الكفاية رأس المال تتزامن أيضا مع إذا بدي أقول نوعية جيدة للأصول أو good asset quality. وإذا ما نظرنا إلى نسبة القروض المتعثرة إلى مجمل التسليفات، فكذلك الـ NPL ratio هو من المؤشرات أو يعني الأكثر انخفاضا مقارنة بمثلا مخصصات، يعني أفضل من بعض المصارف أو النظم المصرفية في الكويت مثلا أو في دبي أو الإمارات. فكل بلد عنده خصوصية، ولكن في قطر أيضا المصارف استطاعت الاستمرار بربحية عالية، والدعم يلي توفر عند حلول الأزمة عام 2008-2009 سمح للمصارف القطرية بالانطلاقة مجددا بدون يعني أي إذا بدي أقول قيود تفرض عليها من تبعات الأزمة العالمية. على الرغم من يعني حجم الملاءة المالية بالنسبة للبنوك القطرية وكذلك المركز المالي الذي تتمتع به، إلا أنه مؤخرا لاحظنا هذه البنوك بدأت تذهب باتجاه أدوات الدين الجديدة سواء عن طريق إصدار سندات أو كذلك أيضا إصدار سكوك، على الرغم من أنه أيضا الحكومة القطرية ومن بوابة مصرف قطر المركزي تعمل على إعادة توازن في السيولة من خلال سحب سيولة من البنوك شهريا بمعدل ملياري ريال. بتقديرك هل يعني أسعار الفائدة العالمية ربما تغري هذه المصارف القطرية للدخول مرة جديدة إلى أسواق الدين عبر السندات والسكوك؟ يعني أنا برأيي هذا مرتبط أولا كما تفضلتم هناك حاجة لسيولة إضافية في
في القطاع المصرفي، لأنه مؤخرا نسبة نمو الودائع يعني تراجع يعني تراجعت نسبة إلى النسب القوية للتسليفات، يعني التسليفات نمت بشكل كتير أكبر، وبالتالي ومنها التسليفات للقطاع العام. السلطات القطرية تعي اليوم أننا نعيش بعالم حيث السيولة العالمية أو global liquidity، وخاصة مؤخرا من بعد عمليات التيسير الكمي الإضافية من قبل الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، هي سيولة تبحث يعني إلى مراكز آمنة يعني توضع فيها هذه السيولة. وهنا إذا ما تطلعنا إلى المؤشرات في القطاع المصرفي القطري، نرى أن المصارف القطرية تستطيع أو تتعمد الاستفادة من هذه السيولة المتوافرة في الأسواق العالمية، فإما تصدر سندات أو تلجأ بشكل كبير إلى التسليف في قطاع الانتر بانك محليا وعالميا، وهذا يساعدها على لجم الضغوط المتأتية على سيولتها داخليا. مع نهاية العام 2010 على ما أعتقد ضربت أرقام السيولة أو إيداعات البنوك القطرية في البنك المركزي رقما قياسيا اقترب من 100 مليار ريال قطري، في حين أنه كان البنك المركزي يعطي نسب فائدة مرتفعة، مما دفعه في فترات لاحقة لتخفيض نسب الفائدة على الإيداع، وبالتالي تراجع هذا الرقم إلى حسب ما أعتقد إلى 29 مليار. برأيك ما الذي يدفع هذه البنوك لأن يعني تقحم ما لديها من أموال لدى البنك المركزي؟ ألا تعتقدين بأنه هذا ضعف في أدوات العمل، وبالتالي عدم القدرة على خلق منتجات تستطيع استثمار ما لديها من أموال؟ يعني لا شك أنه أحد الأهداف للعمليات إذا بدي أقول الأوبن ماركت أوبريشن التي يحاول البنك المركزي القطري القيام بها خلال السنتين الماضيتين هو خلق سوق داخلية لأدوات الدين المحلية في داخل الأسواق القطرية، وهذا مهم لإدارة السيولة داخليا ولإيجاد أدوات تستثمر لامتصاص السيولة في حيث تواجدت. ولكن اليوم الحالة تنعكس، وهذا جزء مما يشرح لماذا انخفضت هذه الودائع للمصارف في البنك المركزي، إذ كما يعني تحدثنا أنه المصارف اليوم هي بحاجة لهذه السيولة لتوفيرها إلى القطاع العام والقطاع الخاص الذي يعمل جاهدا لتحقيق المشاريع التي تدفع فيها بها السلطات لتطبيق الخطة التنموية، وهذا لا يتعارض، يعني هي كلها جزء من إدارة السيولة في الاقتصاد المحلي. سيدة علياء، سوف نتوقف في فاصل قصير ونعود لمتابعة هذا اللقاء، والذي سوف نلقي فيه في القسم الثاني من هذا البرنامج الضوء على اقتصاديات المنطقة الخليجية وبعض اقتصاديات المنطقة العربية. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود لمتابعة هذا اللقاء مع السيدة علياء المبيض، وهي مديرة الأبحاث وكبيرة الاستشارين الاقتصاديين في باركليز. ابقوا معنا. طوفان من المعلومات، تريد أن ترى الكثير؟
وأن تعرف الكثير. تريد أن تكتشف وتتعلم وأن تفهم. مشوار طويل، خليني أمشي معك. أنا جول هوا وهذه حقيبتي، وما فيش أبسط منها. شريط المعلومات برعاية كتار هوسبيتاليتي. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين ومتابع لحوار الأسبوع، وضيفتي علياء المبيض مديرة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في باركليز. في القسم الأول من هذا البرنامج تحدثنا باستفاضة عن الاقتصاد القطري ومعدلات النمو المرتقبة وما يحمله المستقبل لهذا الاقتصاد، ولكن في القسم الثاني سوف نتوقف بداية مع منطقة الخليج العربي وتحديدا الإمارات العربية المتحدة. هل نستطيع بأن الربيع العربي انعكس بشكل أو بآخر على هذا البلد من خلال تدفق استثمارات، تدفق سيولة، وكذلك انتعاش السياحة في هذا البلد، وماذا بالتحديد بالنسبة لدبي؟ نحن نرى أنه الربيع العربي أكيد كان له تأثير إيجابي على بعض اقتصادات الخليج، ولا سيما الاقتصادات مثل دبي التي استفادت أولا يعني من قدوم بعض الودائع إلى مصارفها بشكل، الإمارات ككل يعني ليس فقط دبي، ودبي بشكل خاص من على صعيد السياحة بالفعل، وعزز من تسريع عملية إذا بدي أقول الريكفري أو الانتعاش أو استمرار يعني تصحيح الأوضاع في القطاع العقاري في دبي. واليوم يعني إذا نظرنا إلى بعض مؤشرات الأسعار مثلا في قطاع العقار، فنرى أنه في دبي ابتدأت تخرج من النمو السلبي للأسعار إلى درجة النمو الإيجابي الذي يعكس أنه أن الطلب تحسن، وهناك إذا بدي أقول انتعاش تدريجي لهذا القطاع. كذلك في الإمارات يعني اليوم في عام 2013 ستواجه الإمارات نفس يعني التحدي أنه قطاع النفطي لن ينمو بشكل كبير، وبالتالي على القطاعات غير النفطية ولا سيما المواجدة منها أكثرها في دبي من حيث يعني التجارة أو البنى التحتية المتعلقة بالتجارة يعني اللوجيستكس والترانسبورت والنقل بشكل عام أو القطاع السياحي والمصرفي ستكون الدافع الأساسي لنمو الإمارات بشكل كبير. نحن برأينا أنه أبو ظبي وقد أعلنت ذلك مؤخرا وخاصة في ضمن إطار محادثاتها مع صندوق النقد في تقريرهم الأخير عن الاقتصاد الإماراتي، أن أبو ظبي ستخفض مستويات الإنفاق الحكومي من مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك سينعكس على بعض التباطؤ في اقتصاد أبو ظبي، ولكن بشكل عام لأنه سيكون هناك نمو كبير في الاقتصاد أو تحسن في النمو في الاقتصاد دبي، سنصل إلى معدلات نمو نحن نتوقع قد تكون في حدود 3-3.5% العام المقبل، مدفوعة بشكل كبير من دبي. والذي يسمح يعني هذا الانتعاش أيضا في دبي، لا ننسى أن هناك صار تقدم كبير على صعيد حل عديد من المشاكل والانتهاء من عملية إعادة هيكلة الدين في عدد كبير من المؤسسات التي كانت تواجه يعني تحديات إعادة الهيكلة وإعادة تمويل هذه الديون. واليوم إذا ما تطلعنا إلى الماتشوريتي بروفايل للدين في ما نسميه دبي إنك، فالعامين 2013 و2014 يعني يعتبران لا يعتبر تحدي كبير لاقتصاد دبي بمواجهة يعني ضرورة إعادة تمويل اقتصادها. فاليوم سنرى نحن برأينا أن دبي ممكن أن تشهد بعض الفوائد على في ميزانيتها ستسمح لها بدفع إعادة الإنفاق على بعض المشاريع البنى التحتية التي كانت متوقفة.
ولكن يعني رغم هذه النظرة التفاؤلية التي تتحدثين عنها سيدة علياء، ولكن كل مرهون بالمناخ الجيوسياسي في المنطقة والتحولات السياسية، الأزمة السورية تشتد، وكذلك نحن على أبواب انتخابات الأمريكية. يعني لا شك أنه العامل الجيوسياسي هو سيكون أهم عامل سيكون له تأثير على نظرة المستثمرين المحليين والأجانب لمستوى المخاطر في منطقة، ليس فقط في منطقة الخليج العربي ولكن أيضا في منطقة الشرق الأوسط ككل. يعني اليوم العملية ليست فقط عملية باينري بنسميها بالإنجليزية، يعني مزدوجة بشكل أن نقول هل سيكون ضربة إسرائيلية أو لا، هل سيكون إغلاق لمضيق هرمز أو لا، ولكن الأوضاع الجيوسياسية كما تفضلت مترابطة، يعني من موضوع الإيراني لموضوع سوريا وتأزم الأحوال بين تركيا وسوريا وانعكاساتها على مجمل منطقة من العراق إلى لبنان، فهذا كله من شأنه أن 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 يرفع من درجة المخاطر إذا لم يكن هناك حلول دبلوماسية. ولكن المايلستون الأول أو المحطة الأولى لتبديد أو لتأزم هذه المخاطر نحن برأينا سيكون نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما ستنتج عنه من سيكون في البيت الأبيض في نهاية هذا العام، وما هي الخطط أو المقاربة لمعالجة أوضاع شائكة جدا في المنطقة. أنتقل بك بالحديث إلى مصر، هل تتوقعين اتفاقا وشيكا ما بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي؟ وماذا عن توقعاتك للجنيه المصري؟ هل تتوقعين مزيدا من الانخفاض؟ وأيضا فيما يتعلق بقراءتك بقضية تخفيض العجز، كيف يمكن الحكومة المصرية أن تفعل ذلك؟ يعني نحن بشكل عام من الناس القلائل الذين يرون ان يعني كثير ايجابيين على المستقبل في الاقتصاد المصري، من حيث ليس فقط الفرص التي يمنحها الاقتصاد المصري من حيث تنوعه وقدراته على المدى المتوسط، ولكن ايضا على ان هناك تركيز على ضرورة ايجاد او وصول إلى اتفاق مع صندوق النقد وعدد من المانحين على باكيج مالي أو يعني محفظة من المساعدات والقروض تساعد على سد الثغرة التمويلية لمصر، وهي بحدود الثغرة التمويل الخارجي التي هي بحدود 10 إلى 12 مليار للأشهر الاثني عشر المقبلة. نحن متفائلين بقدرة الحكومة على توصل الاتفاق قبل نهاية هذا العام. بالنسبة للعجز المالية هذا هو أساس ما فهمناه من وزير المالية المصري خلال محاضرته الأسبوع الماضي، أن التركيز هو على خفض بعض الإنفاق وتحسين بعض الإيرادات. لا شك أنه معالجة موضوع تحسين التارجتينج أو للإنرجي سبسيدي أو الدعم الوقود سيكون له تأثير كبير على عجز الميزانية، إذ يستحوذ على أكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي في مصر، وهذا موضوع وهذا حجم كبير. والتحدي الثاني بالطبع هو المحافظة على سعر صرف للجنيه يعكس يعني حركات العرض والطلب. نحن يعني نرى أنه لن يكون هناك خفض كبير أو حتى يذكر يعني بشكل سلبي على الجنيه، لا بل بالعكس نحن نرى أن سياسة يعني البنك المركزي ستكون حول greater flexibility أو مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه، على شرط أن
يعني يحصل تحصل هذه الاتفاقية وتعود التدفقات الاستثمارية الخاصة إلى مصر. السيدة علياء المبيض، مديرة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك باركليز، أشكرك سيدتي، شكرا جزيلا، كنت معنا في CNBC عربية ضمن حوار الأسبوع. وأنتم أعزائي المشاهدين، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء قريب.